الاحتلال اليوناني، نحن صار لازم نرجع. عم تسمعني سيد مراد؟ بس ليكو اليخت صار قدامنا. آسف بس هن برات المياه الإقليمية. أنت بدك تضل معنا لننزل فوق اليخت. عم يحاكونا على اللاسلكي. إذا ما رجعنا رح يضربوا علينا فوراً. زين لتحت. يا سيد مراد ما في مزح بنوب. عامل لك زين لتحت على اليخت. مراد على مدار، أنا أخذت بتار ابني وما عاد تفهم معي إنك تقتلني. لو قتلت ألف واحد حقير مثلك ما رح يكفيني لا أخذ بتار ميماتي. شفت غلطك يا مراد على مدار، ميماتي مات بسببك أنت. لو مو أنت سمحت له يتطاول على شرفي ما كان صار هيك بنوب. أنت لك شرف يا عديم الشرف؟ مين اللي نفذ لك هاي العملية؟ أنا كرمال قتل ميماتي أعطيت المنظمة مال قارون. أعطيني أسماء. جمال. والمصاري اللي أخذهم بيستاهلوا.